مشاهدينا، الشباب مستقبل الشعوب في التنمية والتطور والازدهار، هم الركائز التي تبنى عليها الأوطان في المجد والحضارة، ويقوم الشباب بدور راسخ في تفعيل العمل التطوعي في كل المجالات ليكون عنصرا فاعلا في بناء البلد ونهضته. والعمل التطوعي يعطي دافعا للحب والعطاء، وهي سمة جبل عليها كافة أبناء الخليج في السنوات الأخيرة. نشعر بالفخر بولادة عشرات المجاميع والفرق التطوعية بسواعد شبابية. وضيفنا في هذه الفقرة أول متطوع من سلطنة عمان الشقيقة في دولة الكويت. نرحب باسمكم مشاهدينا بالمتطوع يعقوب الهنائي. يعقوب الهنائي، نرحب فيك ونقول لك يا هلا فيك يا معنا في مساء الخير يا كويت. يا مرحبتين، مساكم الله بالنور والسرور، وانا سعيد في هذا اللقاء حقيقه. حياك الله استاذ يعقوب الهنائي، فرصه اليوم نجتمع واياك ونتعرف على هذه الطاقه من خلال مشاركتك بالعمل التطوعي، واليوم ايضا فرصه اضافيه للشباب المحبين والمقبلين على مجال العمل التطوعي ان يتعرفون على بدايتك في هذا المجال، خصوصا هذا المجال من يشارك فيه شباب عندهم حب للعمل للأوطان. فأنت جئت من سلطنة عمان الحبيبة لتعمل تطوعيا بدولة الكويت. والله قصتي أنا من 2019 تقريبا. نعم. فالحمد لله رب العالمين، يعني شاركت في أول فريق تطوعي في هنا بالكويت ولازلت مستمر والحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله. كانت بداياتك بالعمل التطوعي مع فريق زوم التطوعي، وبعدها انتقلت إلى فريق كويتي بالقمة. كلمنا أكثر عن هذه المشاركات. والله مشاركتي كان في فعلا في فريق زوم تطوعي، وكان اللي ترأسه الشيخ سهيل الصباح. نعم. فكانت رئيس الفخرية، والحمد لله رب العالمين بدايته كان بداية خير. من بعدها صار الانتقال من فريق زوم تطوعي إلى فريق كويتي بالقمة. نعم. وانا كل فخر وقادرين ان شاء الله يكون الاستمرار على هذا التطوع باذن الله تعالى. شنو كانت مشاعرك لما بلشت في الفريق مع فريق زوم؟ يعني شنو حسيت في البدايه، خصوصا هم اول فريق استقبلوك؟ والله انا حسيت يعني بنوع من الفخر، يعني اقدم شيء وانا كعماني، اقدم شيء من تطوع واقدم من الناس اللي تحتاج من التطوع. وبعدها انتقلت لكويتي بالقمة، هل كان حسيت يعني في فرق ولا حسيتهم اثنيناتهم؟ والله هم الاثنين مكملين بعض حقيقة، يعني ففريق زوم وفريق كويتي بالقمة مكملين بعض، وما حسيت بأي فرق، يعني سواء من البيت الأول والبيت الثاني. صحيح. كلهم من البيوت واحدة الحمد لله. طالما يصب في مصلحة العمل التطوعي لدولة الكويت من سلطنة عمان الحبيبة، فبلا شك أن العمل واحد. العمل واحد. لكن أستاذ يعقوب، أبيك تسولف لي، طلع اللي بقلبك أكثر، يعني كونك أول متطوع عماني في الكويت تم تكريمك أكثر من مرة، وهذا التكريم يعني اندل فإنما يدل على هذا العمل، على هذا الإنجاز. خلينا نسولف أكثر عن هذه التكريمات وشنو تعني لك في كل مرة يتم تكريمك فيها، ويعني أتمنى تكون شفاف أكثر وترتاح وانت تسولف. والله هو التكريم هذا الثلاث، يعني التكريم اللي حصلتهم إيه؟ قام يعطيني دافع أكبر ودافع وقوة أكثر. نعم. أني أنا أستمر في مجال التطوع هذا، فالحمد لله جالس أعطي يعني نبذة كبيرة عن التطوع سواء في بلدي سلطنة عمان ولا في الدول الثانية كيف التطوع، لأن التطوع يحتاج لك يعني جهد، يحتاج لك وقت، ويحتاج لك أشياء كثيرة. فالحمد لله رب العالمين يعني مرتاح في كل مرة عندك دافع أكثر، قوة أكبر، مو بس دافعك هذا، قوة أكبر وعندي طموح أكثر ما له حدود، يعني ما له حدود أبدا. نعم. يعني قدمت عمل تطوعي في سلطنة عمان ثم جيت عندنا في دولة الكويت وقدمت عمل تطوعي في الكويت، سولف لنا أكثر عنه. والله في سلطنة عمان أكون صريح، ما قدمت في سلطنة عمان، يعني كانت البداية تطوعي. إحنا نتشرف فيها، كانت البداية عندنا. والله البداية وما راح تكون فيها النهاية إن شاء الله. فالتطوع هنا لا زال في الكويت وأظل مستمر في الكويت في التطوع، فإذا طلبوا مني في سلطنة عمان بلدي فرق تطوعية كاستشارة كهذا ما راح أبخل عليهم بكل شيء، يعني من جهد من وقت حتى من مال ما راح أتبخل، فراح أستمر. يعني أنا كذا فريق في عمان الأمانة كلموني في على الخاص وكذا، فكان يطلبوا أن أكون معاهم، بس قلت لهم لا، أنا أقدر أن أكون كاستشارة. نعم. كافي شيء أن أفيدكم فيها بحكم الخبرة اللي أنا خذيتها من الكويت، وأقدر أن أفيدكم فيها، فأنا جاهز في أي حال من الأحوال. أقدم لهم الاستشارات بإذن الله. أقدم مجانا بعد. أي نعم. أي الحمد لله رب العالمين. طيب اعتبرني الحين أنا جاي بسألك وباخذ استشارة.
نعم. جاهز؟ جاهز. ليش أروح أشارك في العمل التطوعي؟ والله هو ليش تشارك في العمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو يعني أنت تشارك فيه للأجر. نعم. وللثواب. العمل التطوعي ما يأخذ من وقتك كثير، ما يأخذ من جهودك كبير. العمل التطوعي والله الكل يمكن يتمناه. في ناس محتاج أن نكون معاهم متطوعين، نكون مع نمد إيدنا نآزرهم بالإيد. فالعمل التطوعي خير وبركة الأمانة أنا أشوفه. من غير مقابل. من غير مقابل. أنت إذا تنتظر أنك المقابل ما راح توصل، ما راح يعني ما راح توصل للهدف اللي أنت تريده، ما راح توصل للأجر اللي أنت تريده. فلا تنتظر مقابل. هذا العمل التطوعي شنو يقدم للفرد؟ شنو يعطي الفرد؟ يعني اليوم يعني أهميته للفرد هذا شنو راح تعطيه؟ والله أنا ذكرت الحين اللي يعطي للفرد هو الأجر والثواب. يعطيك معرفة حب الناس لك. يعني يعطيك اللي هو العطاء سعادة. العطاء. العطاء هذا الإنسان اللي الحين محتاج له الأجر والثواب والعطاء فقط. فهذا هو اللي محتاجين له. والحمد لله أنا كيعقوب نفسي كعماني أنا جالس أبحث عن هذا الشيء ولا زلت فاقدنا، يعني لا زلت فاقدنا بعد ما أحس نفسي أني ما قدمت شيء لما الحين. نعم. سؤال آخر يطرح نفسه، يعني تدري الجميع يعمل في هذا المضمار ويتسابق لخدمة البلاد وكذلك خدمة المجتمع في شتى المجتمعات. نعم. لكن شلون أقدر أكون ناجح في مجال العمل التطوعي، ناجح فيما أقدمه للمجتمع من خدمة؟ والله تقدر أنك تكون ناجح بفكرك، تقدر تكون أنك ناجح بعطائك، تقدر تكون ناجح أن يعني تبذل تعطي من وقتك الكثير. كل ما أنت أعطيت ورقة أقول كل ما أنت أعطيت من وقتك، كل ما أعطيت من مجهودك من طاقتك أنت راح تكون ناجح. وأهم شيء تكون هي المصداقية. نعم. وتكون شفافية. لكل يعني الإنسان اللي بيقدم على التطوع تكون عنده قيم، شنو هي أهم القيم اللي ممكن تتوافر أو لابد توافرها في المتطوع؟ هي تكون الصبر. الصبر. الصبر ثم الصبر ثم الصبر فقط. كل ما عندك صبر وإيمانك بالله قوي كل ما قدرت أنت راح تكون توصل. صح. أي نعم. فأنا أتمنى من كل الأخوان سواء بالكويت ولا بعمان يكون على قد الثقة وعلى قد الصبر هذا، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. أي نعم. ركزت على جزئية الصبر. نعم. ترى بأن الشباب يحتاج أن يعني يعزز هذه القيمة عنده. والله أنا أتمنى أنه يحتاج، بس يعني ما نقول للأسف لا. البعض منهم ما عندهم صبر، والله يمشي لك على فعالية واحدة. أيه. فشاف أنه خضت من طاقته ومجهوده إلا يرجع لك ويقول لك لا، ثاني يوم ثالث يوم ممكن يعتذر لرئيس الفريق. إيه؟ والله صار قاعد تواجهكم هالقصص. والله واجهتنا. يدخل فترة يتعب واجهتنا ويمشي. واجهتنا والله واجهتنا. لكن المشكلة إنه الصبر. كمثال يعقوب أنا هذا قدامك، أنا فيني صبر كبير. يعني الحقيقة أني أجيك من مسافة من عمان لهنا طيارة ساعتين لأربع، بوصل وأحط أغراضي وهذا على طول في عندي فعالية، فكله يبغى له صبر. فالصبر مهم في كل عمل تطوعي. أستاذ يعقوب، إذا بنسأل أنت يعني شاركت مع أبناء الكويت، فشلون تشوف أبناء الكويت في ظروف الأزمات؟ والله ظروف الأزمات شباب الكويت يذكرون بأيامنا نحن في 2007 أيام كان عندنا الإعصار جونو. نعم. فكنا العمين على يد واحدة متكاتفين متحاملين وهذا. فذكر الشباب الكويت الفرق التطوعية في الكويت فعلا هم جايين على يد واحدة ما شاء الله عليهم. الدليل الحين لما صارت لجائحة كورونا. صح. فما شاء الله متكاملين يعني، وربنا يعطيهم الصحة والعافية ويظل أتمنى يكونوا يظلوا مستمرين على هذا النهج وعلى هذا القوة. إحنا شلون نقدر نحافظ على الشباب بأن يبقى في مضمار العمل التطوعي؟ يعني أنت اليوم متطوع أستاذ يعقوب وتقدم استشارات، ولو طلبت منك نصيحة تقدمها للشباب اللي حاب أنه يحافظ على نفسه في مجال العمل التطوعي شو تقول له؟ والله أقول له اسعى، استمر، كافح. ترى العمل التطوعي ما 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 تنتظر منه مقابل، ما تنتظر منه مقابل. استمر كافح. اول حاجه اللي ارجع واقول لك واكرر فيها الاجر والثواب اهم من كل شيء. نعم. فاتمنى من الكل، من شبابنا، من اخواننا، من اخواتنا، الاجر المعنوي طبعا. الاجر المعنوي مش الاجر المادي. عن هذا انا كيعقوب ما انتظر الاجر المادي. انا اجي هنا كتطوع، والله ما 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 انتظرت ولا اليوم الايام لحظه ان احد يقول الأجر مادي. ولو جاء أحد قدم لي الأجر مادي أرفضها. ترفضها؟ أرفضها قطعا، أرفضها قطعا. لأن بغيت الأجر والثواب لرب العالمين فقط لا غير.
إنزين إذا بسألك عن المرأة الكويتية شلون شفتها في العمل التطوعي؟ والله شفتها هي في الأمام قبل الرجل، يعني معذرة مع أخواننا الشباب الكويتيين، بس فعلا المرأة قدام وعندها أمثلة كثيرة. الأخت منير العنزي رئيسة الفريق ربي يعطيها الصحة والعافية، وعندي الأخت الإعلامية القديرة مها القلاف، هذه انا اعتبرها قدوه بالنسبه لي انا كيعقوب مهل قلاف، اعتبرها قدوه ولا زلت اعتبرها قدوه في العمل الخيري والانساني يعني اللي جالسه تسويه. فتليها بعض من الاخوات يعني ما مثل ما يقول خان التعبير اني اذكر اسماء. نعم انت قبل لا تذكر اسم مهل قلاف، قبل شوي على قبل لا ندخل الحلقه كانت تتواصل معي، طبعا حاليا عندهم فعاليه يعني يقومون بمساعده فئه من المجتمع الكويتي بمساعده المؤونه وتقديم لهم مساعدات، وهذا الجهد الجبار اللي يشكرون عليه ولكم ولهم كل التحيه. لكن كيف ممكن ان نترجم هذا العمل التطوعي اذا اردنا ان يكون هناك تعاون لعمل تطوعي ما بين سلطنه عمان الحبيبه ودوله الكويت بعمل مشترك تطوعي يعني يخدم الخبرات ويفيد المقبلين على هذا المجال؟ واذا يريد من ناحيه العمل المشترك اول حاجه يحتاج للخطه، خطه مدروسه، ويحتاج لها دراسه، ويحتاج لها يكون استشارات ما بين الجانبين قبل لا تنفذ الخطوه، لانك انت هو اساسها يكون يعني تخطيط يعني وكتابه، وهذا بعدها يكون تنفيذ. اما اذا جيت اقبلت على الموضوع هذا كذا ما يكون في يعني شيء يكون ناجح. صحيح. اي نعم. يعطيك العافيه وعساكم على القوه. الله يقويكم وربي يعطيكم الصحه والعافيه، مشكورين على الاستضافه الطيبه، وانا حقيقه مسرور اني اكون معاكم في مساء الخير يا كويت. شكرا لك. مشاهدينا كل الشكر للاستاذ يعقوب الهنائي اول متطوع عماني في دوله الكويت على مشاركته معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.